أم عمارة اللي وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله واخترقت سيفها وجعلت تقاتل وأولادها انصرعوا بالمعركة وزوجها انصرع بالمعركة وتشيل قتلاها واللي يسألها شلون ايش تقول له لا تسألني عني أنا سألني قل لي عن رسول الله شنو زين يوم زين هاللون من النفس الكبيرة من الرجولة ذن الآشيات اللي كان يطلعا بالحرب ويقوما بدور الطبيب اللي ينزل إلى ساحة المعركة ويتعرضا إلى النبال وإلى السهام وإلى السيوف المسلمات الأوائل تأمل أول من أعلن الإسلام خديجة وعلي بن أبي طالب خديجة مو امرأة أول معذبة في سبيل الله أم عمار بن ياسر سمية وهكذا تلقى عندنا لوامع في تاريخنا إذن شنو من المريخ لو من عندنا كل ما في الأمر أنه حصلت على البيئة والتوفيق اثنين هن اجتمعن إلها وأطت النتيجة فما يفرق بينما تلقى ناس من الرجال هم في قلب الإسلام وكانوا أضر على الإسلام من أعدائه هنا المسألة مو ما لها علاقة بذكر وأنثى